اكسيون. السلام عليكم ناس كل، معكم ميرك بن سعد في فيديو جديد. اليوم الفيديو متاعنا سبيسيال، لا فيه ايفون ولا ابوني، تبعونا. اي واحد صانع محتوى والا عندك موهبه في التصوير والمونتاج، اي واحد في الدومين وخارج الدومين حتى بالتليفون ويعرف روحه عنده موهبه صنع المحتوى للبرودكسيون، اي واحد يحب يشارك ويعرف روحه ينجم يعمل فيديو اشهاريه برقاوي ريدوطه، تعمل بيبليسيتي الكونسيبت نتاعها فيديو بيبليسيتي برقاوي ريدوطه. الفيديو هذا كيفاش تكون؟ اي صانع محتوى يعمل الفكره اللي يحب عليها هو. عندنا دي بوان دو فونت، نخليهم لكم لهنا، وانتم كنكم قراب للي شوروم هذوما عندكم الحق تدخلوا تصوروا تكلمونا وتنصفوا معنا، تطلب على النمرو هذا كنت تحب تستفسر حاجة ما فهمتهاش. الفيديو كل باش يتعرضوا قدام اللجنة، واللجنة المتكونة من مخرجين بروفيسيونيل في الليماج في المونتاج، هما اللي باش يقرروا شكون الثلاثة مراتب الأولى. يقول قائل أنا كرياتور دو كونتينو، أعطيني الجائزة نعطيك الإبداع. المرتبة رقم ثلاثة باش يربح مليون. الفيديو الثانية زوز ملين. الفيديو الثالثة باش تقول لي مالك يربح 3 ملايين، لا، الفيديو الأولانية باش يربح 7 ملايين كاش، 7 ملايين كاش. الكونكور هذا الكل فيه 10 ملايين كاش للربح. الكونكور يبدأ من اللحظة هذه، اللحظة إعلان الفائز وتقديم الجوائز باش تصير نهار 15 رمضان، نعلنوا على الفايزين الثلاثة. كل شيء موجود في الكوليس في شان يوتيوب برقاوي ريدو طاهر، ونخلي الكورة عندكم أنتوما، نحب الراء إبداع. أنا هنا كملت كلامي دونك كوبي، هاي ياك هاو قص الضوء، هاي فان جورني، ناس كل تروح، هاي.